بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله وسيد البشر. نقوم الآن بعون الله سبحانه وتعالى بمطالعة ودرس لجبهة الأصالة والتنمية عن كيفية استعمال الدبابة T55. اهم شيء يا شباب، اهم شيء بالدبابه بس كانت الدبابه شغاله، ما اركب على البرج ولا اجي حول الدبابه. اللي يكون عنده، اللي يكون رام الدبابه وكل شيء طاقم الدبابه بل البرج، عنده علم انك انت جاي باتجاه، لان اذا اشتغل لمجرد ما حرك البرج يمين او يسار او رفع المدفع او نزل المدفع وصابه بدون كتله. فاذا كان الغطاء مفتوح، اذا كان الغطاء مفتوح عن طريق زت حصوة، زت أي شغلة كانت، تعلم تحسسه أنك أنت تريد منه شيء، تاي يطلعه برا تاي يفهم منه. إذا كان الغطاء مسكرات ما قدر تصل عن طريق القلنسو. القلنسو جهاز الاتصال الداخلي لطاقم الدبابة وقائد الدبابة، سواء كان داخلي ولا خارجي. هذا مكان الرامي وقائد الدبابة. احفظ المكان هذا، رام الدبابة وقائد الدبابة. قائد الدبابة اللي ينطي المسافة والزاوية. ايه ينطل احداثي الرامي، وهذا مقر معمر الدبابة، معمر رام الدوشة، هذا مقر السائق، مقر سائق الدبابة. طبعا الدبابة جسم واحد، الكل مشترك مع بعض، سواء بس انفصل اي واحد من عناصر الدبابة وقف شغل. الا اذا كان الطاقم متخلف ويريد يرمي والدبابة طافي، يقدر يستغني عن ساق الدبابة وقائد الدبابة، يظل المعمر والرامي بس، يرمي بها بالنظام اليدوي، حتى لا التحريك اليدوي، حتى لا التحريك اليدوي. إذا كانت الدبابة طافية ومدخراتها جيدة، البطاريات تكون ضعف شغالات، تقدر تشتغل على نظام الاستقرار، نظام الآج، تحريك المدفع للأعلى والأسفل والبرج دورة كاملة 360. رام الدبابة كم قذيفة يكون بها الدبابة؟ 42 قذيفة بشكل عام، 42 قذيفة كاملة، التذخير الكامل، التذخير النهائي بها موازيات 2 باكت باكتي، وبها مضاد دوش مضاد طيران 12.5. طيب القذيفة اللي ترمي على الدبابة مثلا نوعيات غالبا ما ترمي، هي تنجمع بكلمة مخ جرس، مخ جرس، تحفظ تدريجة المنظار، لأن المنفلق والمتفجر تدريجتها الحال على المنظار، والأخ الخارقة تدريجتها الحال، والجوفاء هي لوحة الضبط سواء كانت للمدفع ولا للرشاش، تدريجتها الوسطية الأساسية الحال، والرابع الأر للرشاش للبكت للموازي، لأن تدريجتها تختلف. وأصغر تدريجة وأطرف شيء هي اليمينية بالمنظار الساو والسهمية، هاي تستخدم للأهداف السريعة ما بعد الحركة 60، عربة أو كذا أو شيء متحرك، أي هدف متحرك طبعاً يكون أهدف. أنت ما قلت من بين الزير ورقم 7 أو 8 تحصل هدفه؟ هذا القائد، قائد الدبابة من هي؟ عنده حاصرة بالمنظار، قائد الدبابة ماي طيارة، يلا يلا يا عينات مضادات، بس خلينا ننشر البكارات، ننشر البكارات الكل ينتشر يا شباب، هذا الدبابة مضادات ننشره، خلينا ننشره بس تناشد صارفها كوبرا من نبو أبو سعد، كوبرا ايه قول أبو سعد رد الصاروخ، خوف في حال جت لي جاي الحوام. قائد الدبابة يحصر مسافة، عنده خط عدل يحاصر نفسه بكل منظار، سواء كان قاذف ولا مكسي ولا درجانو، خط عدل وخط مائل، خط المائل هذا مرقب، خط الخط المستقيم النظامي من جوا حطه على كعب الهدف، واعلى نقطه تيجي عندك بالهدف الحاط انت على اي رقم، اذا جت على رقم 8 اعلى نقطه جت على رقم 8 بالهدف، سواء كان القطع هاي جاء على رقم 8 معناته هيا فوق انا صورها الله اكبر العزه لله، الله اكبر العزه لله، الله اكبر العزه لله، الله أكبر العزة لله،
الله أكبر العزة لله. قربها قرب. لا ترمي لا ترمي لا ترمي لا أقول لك. هذا اختصاص أبوك. وين صارت؟ مغابي جنحت. جنحت من جنحت. الله. يا يقتل بيها ده. طائرة سميك تحوم فوق اللواء 113 صواريخ وعناصر جبهة الأصالة والتنمية ولواء بشار النصر، من ضمنهم يحاصرون اللواء الصاروخ 113. الله أكبر. الكل انتشار. يلا قطفت هذا الدبابة.